الجمعيه ديال الدريوش لمربي المواشي تاسست في 2014 وتجددت في 2019، كتوفر على عده منخرطين، واستفدنا يعني سابقا استفدنا من مثل هذه الاليات، الصهاريج المجروره والصهاريج الثابته، هذه الصهاريج ديال 4000 لتر. مؤخرا استفدنا ب 13 الصهاريج مجرور، غادي تستافد منه الجمعيه، غادي توزعوا على المنخرطين وغادي يستعملوه في اطار جماعي، يعني كل مجموعه ديال المنخرطين غادي يستافدوا من واحد الاليه يستعملوها بيناتهم. وكذلك الصهاريج الثابته غادي تندار لتوريد الماشيه، والحمد لله يعني نتمنى الله سبحانه وتعالى يغيثنا بالامطار هي اللي غادي تخفف اكثر، ونتمنوا يعني الحكومه ديال صاحب الجلاله راه غاديه معنا في الدعم هذا ديال الكسابه، لا سيما في هذه المنطقه، لا من ناحيه ديال الشعير المدعم ولا من ناحيه ديال توريد الماشيه. والحمد لله يعني الجمعيه راها يعني غادي تمشي بعيد ان شاء الله، وكنتمنوا باش غادي تنظم جماعات اخرى يعني باش تنخرط معنا في هذه الجمعيه، باش غادي تكون عندها واحد الصفه اقليميه ان شاء الله. احنا اليوم جد مسرورين، خاصه الفلاحه والكسابين ديال اقليم الدريوش بقدوم السيد الوزير الى اقليم الدريوش، وذلك من اجل يعني اعطاء انطلاق مجموعه المشاريع، خاصة طريق على مسافة 6 كيلومتر وحفر بئر للماء، وكذلك مجموعة من صهاريج الماء، وخاصة هذه الصهاريج تستهدف يعني الكسابة والفلاحة بإقليم الدريوش. ويعني احنا جد مسرورين وفرحانين، وكنشكروا السيد الوزير على هذه الزيارة وشكرا لكم. هذا اللقاء هذا ولا هذا اليوم هذا كبير عندنا احنا كساكنة وكتعاونية ديال الإقليم الفلاحية. الحمد لله احنا جينا هنا باش نستافدوا ونتبادلوا الافكار ديالنا والمشاريع ديالنا. احنا كتعاونيه عندنا عده افكار وعده مشاريع اللي كنتمنوا نحققوها ان شاء الله، من بينها الشعير المستنبت، وحده صناعيه ديال الحليب والمشتقات ديالو، وعده افكار واحده اخرى، لان التعاونيه ديالنا سبق ليها استفدت من مشاريع في اطار المبادره وفي اطار الجهه الشرقيه اللي هي سلاله الغنم، تربيه الغنم عفوا سلاله بنيقيل. القضيه ديال الله نطلبوا الله تعالى وتبارك يعطينا ان شاء الله المطر يكون الشتاء، ونطلبوا الله ان شاء الله بهذا الاخر هذا البرج اللي كيدار دابا، نطلبوا الله يعجلوا فيه باش يخدموه، باش يكون ان شاء الله تستفد منه هذه البلاد على حقاش الاقليم. الاقليم هذا اقليم محسوب يعني. نعم كاين معاناة فعلا، يعني الفلاحة الكسابة راه يعني واحد المعاناة كبيرة، فهمتي؟ راه الواحد دابا كاين العلف راه غالي، التبن غالي على هاد الناس هادو، وكتشوف يعني كيفاش كيعانيو هاد الفلاحة مساكين. نطلبوا الله، المهم نطلبوا الله يكون الشتاء إن شاء الله، باش الناس غادي يكون فيه يكونوا فرحانين، يكونوا ويحرتوا الناس ويكون الخير إن شاء الله. راه الخير مع الشتاء، إلا ما كاينش الشتاء في بلادنا راه ما كاين والو. ماشي بنقولوا ما كاين والو، ولكن الشتاء هو على كل شيء، كيفرح لا الفلاح ولا اللي كيدير التجاره ولا اي انسان عنده شي حاجه كيفرح ملي كيكون الشتاء. هذا الشيء اللي كاين، ونطلبوا الله ان شاء الله الخير لهذ البلاد وهاد الناس اللي مساكين كيقاسيو مع الاخر مع هذه الكتيبه والاخر. نطلبوا الله ربي يفرج علينا وعلى جميع المسلمين ان شاء الله.